اهلا بك عبد الله. مساء الخير عبد الله. قبل ما تبدا ان شاء الله انك تبشرنا باجواء ماطره في المنطقه الوسطى او الشماليه او الشرقيه. في البداية مساء الخير عليك أحمد ومساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية. بالفعل أحمد نحن نتواجد داخل المركز الوطني للأرصاد وبالأخص من داخل إدارة التوقعات والتحاليل داخل المركز الوطني. هذه الإدارة التي تعمل على 24 ساعة بكوادر وطنية كاملة لتقديم المعلومات الجيدة للمواطنين والحقيقية لأحوال الطقس في المملكة. سؤالك يا أحمد عن التوقعات في المنطقة الوسطى وكيف درجة الحرارة، هي الآن في تباشير خير لأمطار متوقعة على منطقة القصيم والرياض والحدود الشمالية وأيضا منطقة حائل. أيضا هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة وقرب دخول الشتاء. يعني يا أحمد يعني حاولوا أنكم تجهزون الملابس الدافية عشان تخرجون فيها في الأيام القادمة. جميل. للحديث بشكل مفصل عن أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية وبالأخص في الأيام القادمة، يسعني نستضيف الأستاذ عقيل العقيل وهو محلل في مركز الأرصاد الوطني. في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ عقيل، لو تحدثنا عن الآن كيف هي قراءتكم في مركز الأرصاد لأحوال الطقس في الفترة الحالية، وأيضا سوف نتحدث عن الأسبوع القادم، لكن الآن ما هي درجات الحرارة والمتوقعة في المملكة العربية السعودية وتوقعات الأمطار في المملكة؟ أهلا وسهلا، حياكم الله مشاهدي الإخبارية وحيك شخصيا. أقل درجة حرارة حاليا في المملكة مسجلة في قمة جبل السودة. درجة الحرارة الآن ترصدها محطاتنا الأوتوماتيكية في منتزه السودة الوطني 11 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصر هذا اليوم تقريبا. الأجواء بالفعل باردة على المرتفعات وقمم الجبال من المملكة. متوقع إن شاء الله أن تكون درجات الحرارة الصغرى فجرا 7 درجات مئوية في قمة جبل السودة وأقل من ذلك في أبها. لكن الحدث الأبرز خلال الأسبوع إن شاء الله هو انخفاض ملموس في درجات الحرارة. كثير من الناس بدأ يشتاق لفصل الشتاء. بواكر فصل الشتاء بدأت إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين. نتوقع إن شاء الله انخفاض ملموس في درجات الحرارة على منطقة تبوك، منطقة حائل، أجزاء من منطقة القصيم خاصة الشمالية منها وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية. متوقع أن تصل درجات الحرارة كصغرى 5 درجات مئوية ابتداء من فجر يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله. لذلك نلفت الانتباه للإخوة المزارعين، لأصحاب الماشية، لمن يعملون في ساعات متأخرة أو ساعات في الصباح الباكر من الانخفاض الواضح والملحوظ في درجات الحرارة. أستاذ عقيل، لو سألنا سؤال يعني هو يمر على كثير من المشاهدين، متى دخول فصل الشتاء الفعلي في المملكة؟ وأيضا كيف نعرف أنه في علم الأرصاد أنه دخل فصل الشتاء قد بدأ بأحوال الطقس اللي تقرؤونها أنتم داخل مركز الأرصاد؟ عند علماء الأرصاد يدخل فصل الشتاء في يوم واحد من شهر 12 من كل سنة، فنحن الآن على بداية فصل الشتاء وبدأت البواكر مبكرا الانخفاض في درجات الحرارة. فيوم واحد من شهر 12 تبدأ الانخفاض في درجات الحرارة أو يبدأ فصل الشتاء عند علماء الأرصاد. لكن فلكيا يوم 21 من شهر 12 عند علماء الفلك يدخل فصل الشتاء. الآن حابين نسأل عن الأمطار المتوقعة على أجواء المملكة في الأيام القادمة أو قراءة المركز الأرصاد في إدارة التحاليل، ما هي الأمطار المتوقعة بإذن الله تعالى على المملكة في الأيام القادمة؟ إن شاء الله تعالى أصدرنا تقرير قبل ساعة تقريبا بتوقعات هطول أمطار استمرارها على المرتفعات الجنوبية وجنوبية غربية، كذلك الحال على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، استمرار هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة بما فيها السواحل خاصة السواحل الجنوبية منها، كذلك نتوقع سحب ركامية رعدية وأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا على بعض أجزاء منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية، ولا يستبعد كذلك الحال بعض أجزاء منطقة القصيم وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. عفوا، أهلا وسهلا. كما شاهدنا أحمد قراءات داخل إدارة التحاليل والتوقعات في مركز الأرصاد الوطني لدخول فصل الشتاء فعليا في المملكة، سوف يكون إن شاء الله على نهاية هذا الشهر. لكن كما ذكر الأستاذ عقيل نود التنويه أنه سوف تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم موجة باردة على شمال المملكة في منطقة الشمالية ومنطقة حائل ومنطقة القصيم تصل إلى 5 درجات مئوية كما نبه الأستاذ عقيل، ينبه المزارعين وأصحاب المواشي
أخذ الحيطة والحذر، وأيضا التأكد من أو قراءة النشرات الجوية لمركز الأرصاد الوطني لتكون هناك صورة كاملة لهم في الأيام القادمة.